عليكم جايز، اي هوب يو ار دوين ويل. دونك اللي جاي جديد نقول له مرحبا بك، واللي قديم نقولوا له هذا وين بدينا، لازم نخدمه، لازم العجاش، ولازم كانت الدوره 40 دوكا لازم الدور 80، دوكا وقت الصح، دوكا وقت لي ريفيزيون يتاكل عليكم. على بالي بلي قاع حاتولو انسان هارب انجليزيه مع مستر جيار، تبعنا تكل على ربي والباقي ان شاء الله في اخر. دونك اليوم حيكون تكمله تاع الدرس تاع باسيف اند اكتيف فويس. سو ذا فيرست فيديو ذات وي هاف هاد ذا لاست سيشن ذا لاست ويك اي ثينك. Yes, it was in last week. So we dealt with the passive and active voice as a lesson. Donc, there's not a passive or active voice كدرس. Okay, اليوم حبيت شوية practice. كما دائما نقولكم practice makes perfect. دائما لازم لك تعود يدك تخدم. شوف كل ما تحل تمارين كل ما تقول قليل. في كاع المواد سواء الشعب العلمية أو سواء كانت مواد علمية أو مواد أدبية. Très bien. Donc, اليوم حدرت لكم بعض ال وقولوا sentences جمل وحكا حنعودوا يدنا باش نحل passive و active voice. دونك منا راني رايح ندير من active للpassive ومن passive للactive. قبل ما نبدا هذا الدرس وشنو هو passive و active voice؟ ما قري درنا بصح معليش، دونك نعاودوا نديرو، دونك نعاودوا كيما نقولوا نعاودوا نفهمك خفيف ظريف. passive و active voice، الactive هي الجملة المعلومة ولا كيما نقولوا فعل المعلوم نورمال مبني للمعلوم، والpassive هو مبني للمجهول. مثلا نقول لك محمد بعث رسالة، هذه مبنيه للمعلوم نورمال، بعث محمد رساله. كي تجي حتى ديرها انت في المبني المجهول نقولوا بعثت الرساله من طرف محمد. هذه هي واش معناتها مبنيه للمعلوم ومبنيه للمجهول. معناتها راك رايح يو ار جوينغ تو فوكس اون ذا اكشن، معناتها راك رايح تركز على لاكسيون نتاعك. تري بيان. دوكا قبل ما تخدم انا يهمني كيفاش نخدمها، دوكا فهمت معناتها كيفاش نخدمها. قلت لك دونت فورغيت، ما تنساش بلي لازم لك ثلاثه مراحل لازم ديرها. شنو هي الحاجه الاولى؟ لازم نقلب السبجكت والاوبجكت وندير باي. هذه الحاجه الاولى، معناتها لو سوجي يجي في بلاصه الاوبجكت والاوبجكت يجي في بلاصه السبجكت وندير باي. باي معناتها من طرف، هذه ما ننساهاش، هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه قلت لك غير يقول لك الباسيف والاكتيف فويس، خمم في توبي. الحاجه الاولى اللي ديرها هي لازم تفكر في توبي. توبي لازم يكون عندك. ما نقدرش نخدم الباسيف والاكتيف فويس وما عنديش، معناتها اذا درت من الاكتيف للباسيف راك رايح تجيب توبي، الى حولت من الباسيف للاكتيف راك رايح تنحي توبي. دوكا هذه حاجة ثانية. الحاجه الثالثه وشنو هي؟ الفيرب تاعي دائما نديرو في باس بارتيسيبال، الفعل تاعي دائما يندار في الباس بارتيسيبال. دوكا المشكل وين راهي؟ المشكل راه في باس بارتيسيبال لازم تحفظ الايريجولار فيربس، لازم تعرف شنو هما الايريجولار فيربس باش هكا كي يعطي لك ايريجولار فيرب تقدر تعاود ترجعو للباس بارتيسيبال. وشنو الباس بارتيسيبال؟ قلنا عندك الايدي وعندك ايريجولار فيربس، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي واش لازم نعرف توبي وين راح نجيبو. معناتها كي نجيب توبي سير، انت قلت لي راك رايح تجيب توبي، معناتها لازم نجيب من الاكتيف للباسيف فويس راني حنجيب الاوكزيلري توبي. هذا توبي كي نجيبو وين حنكونجوغي؟ تكونجوغي على حساب الفيرب اللي عندك، معناتها على حساب الزمن ولا التنس اللي راهو فيه الجمله تاعك. مثلا هنا في الفيرست سنتنس محمد بايز ا كار، هنا الفيرب تاعي وراه. لازم دائما قلت لك قبل ما تخدم حدد وراه السبجكت وراه الاوبجكت وراه الفيرب تاعك. هنا محمد هو سبجكت، واش نقصد بالسبجكت؟ نقصد بالسبجكت هو الفاعل. اوكي هذا الفيرب وهذا الاوبجكت. انا واش قال لي مستر جيار؟ الحاجه الاولى اللي هي نقلب، معناتها الاوبجكت نجيبه هنا والسبجكت نجيبه هنا، معناتها واش تولي؟ ا كار باي محمد. ما ننساش دائما باي باي محمد. اكسلنت. دوكا عندي الفيرب تاعي انا مستر جيا قال لي جيب توبي والفيرب تاعك يولي الباس بارتيسيبال. توبي انا كي راح نجيبو السير هنا وين راني حنديرو؟ واش من الزمن؟ هنا الفيرب تاعك وين راهو؟ في البريزنت سامبل. توبي ديرو في البريزنت سامبل. راني داير بريزنت سامبل كيفاش تكونجيغا، انا دايرين الاوكزيلوريز كاع في البريزنت سامبل كيفاش تكونجيغا. دونك بالديتاي ما عليك غير تشوف لي فيديو هذا ماك. دونك اكار واش نقولو؟ اكار اكار معناتها ات. توبي مع ات كوش تكونجيغا از. دونك تولي اكار از، والفيرب تاعي دائما نرجعو للباس بارتيسيبال. دائما الفيرب تاعك ترجعو للباس بارتيسيبال. واش هو الباس بارتيسيبال؟ الفيربس ريجولار فيربس نديرو لهم ايدي معناتها الاو والدي، والايريجولار فيربس يتبدلو. دوكا هنا باي نروح نقولو بايد، نقولو بايد. شوف لو كان تخدم هكا كار از بايد باي محمد، غير على هذه، غير على هذه الباس بارتيسيبال تروح لك كاع الجمله. دونك لازم تعرف الفيرب تاعك يولي ايريجولار فيربس. دونك كار از بوت، بوت هذا هو الباس بارتيسيبال تاعك. كار از بوت باي محمد،
هذه هي فول سنتنس تاعي. اروح نشوف المثال الثاني واش يقول لك. ليلى اند احمد are doing the exercise. Let me clean the board. ليلى اند احمد are doing the exercise. اوكي تري بيان. وراهنا السوجي تاعي. ها هو السوجي تاعي ليلى اند احمد، هذا هو السبجكت تاعي صح. وراه الاوبجكت تاعي the exercise، هذا هو الاوبجكت تاعي. وراه الفيرب تاعي are doing، هذا هو الفعل تاعي. تري بيان. دوكا كي نجي انا نخدم واش راح ندير؟ حاجه الاولى قلنا نقلبوا، معناتها الاوبجكت يجي في بلاصه السبجكت والسبجكت يجي في بلاصه الاوبجكت وندير باي. هذه الخطوه الاولى، تبع هذه الخطوات اللي نقولهم لك باش هكا ما تلفلكش. دوك الاولى شنو هي؟ تولي ليلى سوري، تولي the exercise، نقلبوا the exercise صح. وهنا ليلى عند احمد نكتبها هنا باي ليلى عند احمد، هذه ليلى عند احمد باسكو ما عنديش سبيس. تري بيان. The exercise by ليلى and أحمد. وراء الفيرب تاعي are doing. هنا are doing وش من التنس راهو عندي؟ كي قريتكم في الفيديو اللي فات تاع passive active voice، عطيتكم لا فورم تاع continuous، معناتها عطيتكم تاع progressive، present progressive و past progressive، ولا present continuous and past continuous، معناتها هما the same. نقول present progressive ولا نقول the present continuous. The same thing with the past. دونك هنا وش راهو؟ راهو في present continuous. كيفاش عرفتو؟ باسكو علاه مستر جي قال لي القاعدة تاع present continuous شنو هي؟ to be في present مع الverb ing، مع الverb ing. دونك هذه هي present continuous. وين راني رايح ندير انايا to be تاعي؟ انا واش قلت لك؟ وين يكون مكونجوغي الverb تاعك؟ معناتها لا فورم اللي تكون فيها الverb تاعك راح يكون فيها ال to be تاعك. تو انا الverb تاعي وين راهو؟ do. واش راهي فيه؟ راهي فيه ال ing. معناتها ندير ال to be مع ال ing. واش نقول هنايا؟ the exercise. نقول the exercise are ولا نقول is؟ رد بالك، شوف كي تقلب ما بين subject والobject والobject دائما شوف لا فورم، باسكو خطا تكون is تولي are، خطا are تولي is، باسكو هنا لو سوجي تبدل بصح تخلي تو بي هو هنا are حتولي is باسكو exercise واحد. دونك نقولو the exercise is و تو بي تاعي اللي حنجيبو وين حنديرو؟ ندلو ال ing، باسكو علاه درتلو ال ing؟ باسكو الفيرب تاعي فيها ال ing، انا دايرين قايمة قواعد. اوكي انا شارحين هنا نحلو برك في التمارين. the exercise is being والverb تاعي هنايا وشنو هو؟ do. to do شنو هو؟ past participle تاعو، قلنا دايما الفعل نرجعو في past participle. دونك هنا واش يولي؟ done. the exercise is being done by ليلى and احمد. راني حليت الجمله الثانيه تاعي. let's see the third one. منى wrote a good novel in a nice handwriting. منى wrote a good novel in a nice handwriting. وراه هنا السوجي تاعي، السوجي تاعي هذا منى. وراو الاوبجكت تاعي a good novel، هذه ثانيك in a nice handwriting. لا in a nice handwriting هذه هي ماشي اوبجكت. هذا هو الاوبجكت تاعي، لازم تحدد وتعرف شنو هو الاوبجكت تاعك. شوف غير تكون in، تكون about، تكون to، for، هذوما دايما خليهم هما توالا، مع تخدم على الجمله تاعك باسكو هو علاه ويحب يخلطها لك، يعطيك جمله طويله وتباينه بلي يعطيك لو سوجي طويل والاوبجكت صغير، ويعطي لك كاع الجمله طويله باش يخليك تايك شغل يخدمك باش يحوسك انت تعرف وراه السوجي وراه الاوبجكت. دونك انت وراه السبجكت تاعك اللي قبل الفعل كاع السبجكت تاعي، اللي تسيبو قبل الفيرب كاع السبجكت تاعك. الاوبجكت a good novel غير تسيب preposition. معناتها preposition معناتها ظرف، in، at، to، for، هذوما الحروف احبس عندهم، احبس قبلهم ودي من ما بين الفعل، وهذا عرب لي هذاك هو الاوبجكت تاعك. دونك هنا السبجكت و الاوبجكت حاجه الاولى اللي نديرها شنو هي؟ نقلب ما بيناتهم وندير باي، ما تحتو لي a good novel، a good novel، وندير باي مونا، باي مونا صح. هذه الخطوه الاولى تاعي. الخطوه الثانيه واش قلنا؟ نجيبو تو بي، معناتها لازم تو بي تاعي نجيبو. هنا تو بي تاعي وين حنجيبو؟ كيفاش نعرف؟ لازم نشوف الفيرب تاعي. الفيرب تاعي وين كونجوغي؟ ام كونجوغي في الباست سيمبل. كيفاش عرفت باللي الفعل تاعي ام كونجوغي في الباست سيمبل؟ قلنا يا تسيب الفعل في الاو دي يا تسيب ايريجولار فيرب، معناتها متبدل. وانا هذا راني حافظه ديجا، معناتها رايت تو رايت يولي روت ريتن. دونك هذا عرفته باللي في الباست سيمبل باسكو ديجا راني حافظ من لا ليست الفعل كتب كيفاش يولي في الباست سيمبل. دونك ا جود هذه راه في الباست روت سوري راهي في الماضي. دونك انا واش عليا ندير؟
to be نجيبو في الماضي دائما نشوفو لا فورم تاع الفعل تاعي. هنا لا فورم تاع الفعل كانت في البريزنت جبت to be تاعي في البريزنت. هنا الفورم تاع تاع الفيرب تاعي فيها ing درت جبت to be ودرت له ing. هنا لا فورم تاع الفيرب تاعي رات راهي في الباست معناتها نجيب to be نديرو في الباست. To be a good novel was علاه قلت was باسكو I you I she he it was you we they were. وهنا a good novel معناتها novel واحدة هي it a good novel was والverb تاعي وين نديرو دائما الخطوة الثالثة اللي هي the past participle تاع الverb تاعي وشنو هي a good novel was written a good novel was written by مونا. واش درت انا هنايا قلبت حددت وراء الobject وراء subject قلبت بيناتهم هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية واش درت شفت لا فورم تاع الverb تاعي صبتو في الباست سامبل معناتها جبتو بي تاعي ودرتو في الباست سامبل. الخطوة الثالثة وشنو هي الverb تاعي رجعتو في الباست بارتيسيبل. هذا ما كان قلت لك تولي انسان هارب انجليزية ما مسجية مبسطها لك حتى تو تنخلع ما عندك واش دير تبع ثلاث خطوات وشنو هما الاولى نقلب الزوجة نجيب توبي على حساب الفورم اللي عندي وحاجة ثالثة الverb تاعي رجعو في الباست بارتيسيبل. هذا ما كان دونك الحاجة اللي تقعد لك تو لازم تكون تعرف توبي كيفاش تكونجوغا ولازم لك تعرف الباست بارتيسيبل كيفاش تكونجوغا داكو هذه هي اللي لازم لك خدمتك تديها. الحاجة الرابعة شنو هي ذا تيتشر هاز جيفن جود ماركس نعاود دائما نفس الحاجة دائما نفس كيما نقولوا الخطوات هما هما وراهو ذا تيتشر هو السبجكت كيفاش عرفتو باسكو هاو عندي فيرب هاو الفيرب تاعي وقلت لي قال لي مسترجي اللي سيبق بالفيرب هو السبجكت ذا تيتشر هاز جيفن الفيرب تاعي وهاو الاوبجكت جود ماركس دونك شو حتولي جود ماركس جود ماركس باي ذا تيتشر ما ننساش باي ذا تيتشر هنا ما عنديش سبيس وين هنا باي ذا تيتشر السبجكت تاعك طيب وراو الفيرب تاعي هاز جيفن جيب تو بي صح هنا تو بي وراح نجيبو سير واش راك ما تخلط لك ما والو وراو الفيرب تاعك جيفن هذا هو الفيرب تاعك وين راهو راهو في الباس بارتيسيبل كيفاش عاوزو بلا باس بارتيسيبل باسكو ديجا راني حافظ في مخي بلي تو جيف يولي جيف جيفن غير تحفظهم يولو جوك سالي تو جيف جيف جيفن معناتها ستو في الباس بارتيسيبل to be تاعي نجيبو في passport example واش تولي good marks واش نقولو هنا قولو has ولا نقولو have قولو have قلتلكم ردو بالكم شتو كيما هنايا واش درنا معناتها كانت ار رجعناها is باسكو علاه كان عندي احمد ليلى زوج ومن بعد هنا ولا عندي واحد تمرين واحد دوك نقولو the exercise is هنا the same thing كان عندي the teacher واحد قلتلو has مي كي بدلت لو سوجي ولا good marks معناتها علامات جيدة دونك هم يولي have have باسكو نقدروا نقولوا good marks has اوكي good marks have والverb تاعي نجيبوه في past participle كيفاش يولي have to be تاعي يولي في past participle been على درت to be past participle باسكو صبت الفعل تاعي في past participle هنا صبت الverb تاعي فيه ing درت to be فيه ing هنا الverb تاعي صبته في present درت to be تاعي في present هنا الverb تاعي صبته في past درت to be في past شفتوا وين يكون لا فورم تاع الفعل تاعك تاع تدير تو بي فيه دونك تولي جود ماركس هاف بين وهنا راه مسهلها لي ديجا عندي الباس بارتيسيبل دونك نعاود نكتبو باك هاف بين جيفن باي ذا تيتشر اند ذاتس اول ذاتس اول هذه هي كيقولي تيرن فروم ذا اكتيف فروم ذا سوري اكتيف تو باسيف اند باي ذا واي ما راهوش رايح يجيك تمرين دايركت كويستشن ويقول لك حول من المبني للمعلوم للمبني المجهول لا لا راك راح يعطيك سنتنس اي ما يعطي لك اي محمد buys a car ويبدا لك ب a car ويقول لك كمل الجمله دونك انت اوتوماتيكمو غير يبدا لك ب a car ما تبدا لي ب object او يحوس معناتها ندير له مبني للمجهول لو كانت تكون هي passive voice ويحوس يعطيها لك يعاود يبدا لك بال بال active يبدا لك sorry بال subject بال object عرب لي active voice دوكا سير واش قلت لي ما فهمتش تبع معايا التمرين راح نقوله لك الاكزامبل اللي نمدوه لك many public buildings and lighthouses were being built بدالك بذاي هنا سير قادرين نعطيكم دائما برسك دائما ما يبينولكش ولا ما يبينلكش وراو برونام وراو سبجكت سوري وراو الاوبجكت يسي بريمي باسكو هنا شوف دالي بذاي انا ذاي هنا كيفاش نخدمها ما عرفتش بصح انا كاستاذ وين تحلمت باللي راي باسيف فويس شوش عندك وير عندك بين وعندك باس بارتيسيبل عندي بينغ وعندي باس بارتيسيبل عرفت باللي راهو يحوس لي باسيف فويس علاه هو في عرض يقتل يكتب لك باي ذم
في أرض دي باي ذم ما كتبهاش سبريماها. في أرض يقول لك many public buildings and lighthouses were being built by them. هذيك باي ذم هو نحاها وبدأ لك بذاي. تقول لي بصح علاه ما بداش بذم؟ علاه بدا بذاي؟ كي قريتك الدرس واش قلت لك؟ كي قلنا البرونونس عندي سابجكت برونونس معناتها ضمائر للفاعل وعندي اوبجكت برونونس ضمائر المفعول به. وعطيتك اكزامبل مثلا قلت لك انا ذهبت مع عمر. انا ذهبت مع عمر على ما قلتش وكي نجي نحاول واش نقول ذهب عمر معي. على ما قلتش ذهب عمر مع انا قولي ما كاش كيف السؤال نقول ذهب عمر مع انا باسكو انا يجي ضمير للفاعل ما يجيش المفعول به. ذا سيم ثينغ نفس الشيء بالنسبه للانجليزيه ما نقدرش نقول ذهب عمر مع انا ونقول ذهب عمر معي. دونك هذيك الياء هي باي ذم. بصح لو كان نجي نحولها للسبجكت تولي ذي. وفي الدرس راني طايلكم قال اول البرونونس كيفاش يحاولوا يتبدلوا. دونك انا دايرين الدرس بالتفصيل هنا راني نبراتيكي ونفكر فيك ذي. شوف معناتها كي غادي يشوف يعطيك اوبجكت تشوفو ماشي معناتها سوبريمي ويبدا لك بسوجي معناتها معروف وتسيب معناتها توبي مع الباس بارتيسيبون اعرف دايما بلي راك باسيف فويس. معناتها هذه باسيف فويس راك حتحولها لاكتيف فويس معناتها من جمله مبنيه للمعلوم من المجهول حنحولها لجمله مبنيه للمعلوم. واش تولي ذي صح هذه ديجا جابهنا. دونك انا واش الخطوه اللي راني حنديرها شنو هي نحوس على السبجكت تاعي. وراه السبجكت تاعي هذا كاع لو سوجي ماني بابليك بيلدينغز اند لايت هاوسز هو لو سوجي. يعطي لك دي سوجي كبار معناتها طوال باش يحوس يخلطها لك بصح تم تخلط لك ما والو. علاه ورا هو الفيرب تاعك وير بين بيلت هذا هو الفيرب تاعي. واش قلت لك انا قبل الفيرب كاع معناتها قبل الفعل كاع هو السبجكت تاعك. دونك واش راح كدير هذا كاع تعاود تكتبوه هنا معناتها تعاود تكتب ماني بابليك بيلدينغز اند لايت هاوسز تكتبهم هنا. يقعد لي دوك الفيرب الفيرب تاعي وير بين بيلت. حنا كنا نقولوا من الباسيف من الاكتيف للباسيف نقلب نجيب تو بي والفيرب تاعي رجع الباس بارتيسيبون. حنا شفتوا واش كنت تخدم هذه الخطوات بدات تخدم كاع العكس. واش معناتها معناتها نحي تو بي انا كنت نجيب تو بي دوك نحي تو بي نحيه ونرجع الفيرب تاعي لوين راهو تو بي لا فورم اللي راهي فيها تو بي. نعاود حنا واش كنا نقولوا نجيب تو بي ونكونجوغي على حساب الزمن اللي نكونجوغي فيه الفيرب تاعي ومن بعد نشد الفعل تاعي ونرجع الباس بارتيسيبون. دوكا اقلب دوكا الفعل تاعك تشوف وين راه مكونجوغي تو بي واش من لافور ما فيها فيها الاي ان جي معناتها الفيرب تاعي نحيه من الباس بارتيسيبون وندير له الاي ان جي. دوكا واش يولي they were building نرجع للستام وندير له لافورم تاعو الاي ان جي. دونك نقول they were building many public buildings and lighthouses. هذه هي الجمله تاعك ما درت والو هذا رجعته ليها نحيت تو بي والفعل تاعو ترجعته على حسب لافورم اللي راه فيها تو بي معناتها تو بي كانت فيها الاي ان جي عاودت للفعل تاعي الاي ان جي. هذا ماك نروحوا للزوجه هنا ثانيك من الاكت من الباسيف للاكتيف معناتها من الباسيف فويس مبني للمجهول للمبني للمعلوم. واش يولي ماني ماست نوت بي ستولن باي بيبل ماني ماست نوت بي ستولن باي بيبل عندي باي هذا الدليل الاول باللي راني في الباسيف او يحاول سي دوموندي مني نروح للاكتيف. حاجه الزوجه واش عندي عندي بي تو بي مع الباس بارتيسيبول خلاص كونفيرميت باللي راني في الباسيف فويس. كي نجي نحولها للاكتيف فويس واش راح ندير حاجه الاولى نقلب معناتها هذا يولي هنا وهذا يولي هنا معناتها واش راح نقولوا people و money. بون كي راني هنا دونك نقول نكتبوها هاك money. واش راك حدير عندي هنايا واش قلنا شتي هنا واش درنا نحي توبي نحي توبي هنا واش كان ونرجع الفيرب تاعي وين راهي لا فورم تاع توبي توبي وين راهو راهو في ستام نرجع الفيرب تاعي في ستام. لو كان تلاحظ هنا الفيرب تاع توبي في كان في الاي ان جي رجعت الفيرب في الاي درت له الاي ان جي هنا الفيرب تاع التوبي تاعك راه في ستام ندير تو الفيرب تاعي نديرو في ستام. هذا ما كان نعاود نشرح توبي كان في الاي ان جي الفيرب تاعي درت له الاي ان جي توبي راه في ستام معناتها الفيرب تاعي نديرو في ستام. واش يولي بيبل ماست نوت وهذاك فرجوا الستام ستولن يولي ستيل ستيل ماني people must not steal money على عاد رجعتو في ستام باسكو توبي تاعي كان في ستام. هذا ما كان ماشي حاجه خفيفه. لو كان مثلا نعاود نخدم هذه الجمله نعاود نخدمها ونديرها في الباسيف فويس واش تولي
هذه رجعها من وهذه رجعها من. وش تقول لي ماني باي بيبل. وهذا وش قلنا نروح نشوف دائما الفيرب تاعي وين راح. الفيرب تاعي وين راح في ستام ما تحندير بي والفيرب تاعي ندير له في باس بارتيسيبال ويستولن. نعاود نطيح ديريكت مو في هذه الجمله. تعاود نقول لي بي ماني ماس نوت بي ستولن باي بيبل. نفسها هذه الجمله. دونك انت دائما تشوف لا فورم تاع الفعل تاعك ودير تو بي فيها. الا كنت تخدم العكس تشوف لا فورم تاع تو بي ودير الفيرب تاعك فيها. هذا ما كان. نروحوا للمثال الثالث نفس الشيء. كيفاش عرفت بلي هذه passive voice؟ عندي باي هذا المؤشر الاول بصح ما تعتمدش عليه قدر ما يعطيكش باي. كيما هنا شفنا بلي باي مسي بريميا. نروح المؤشر الثاني واش عندي؟ عندي تو بي انا عندي موراها الفيرب باس بارتيسيبول. عندي الفيرب باس بارتيسيبول دونك راني في الباسيف فويس. دونك هنا واش راح ندير؟ نقولوا ماني باسكو هذا هو الاوبجيكت وهذا اللي يقبل الفيرب كاع هو السابجكت. واش قلت لي؟ ماني ماني كومبانيز ماني كومبانيز باي كاونترفيت برودكت. نعمل هنا باي كاونترفيت برودكت. دوك الفيرب تاعي الفيرب تاعي وين راه؟ ار بين برودوسد. تو بي هنا لازم نشوف تو بي علاه باسكو راني في باسيف فويس. تو بي واش من لافورم راهي فيها؟ راهي في الاي ان جي. معناتها ندير الفيرب تاعي ندير له الاي ان جي. لو كان صبت هنا تو بي تاعي مكونجوغي في الباست ندير تو بي نرجع الفعل تاعي في الباست. لو كان صبت تو بي مكونجوغي في البريزنت ندير الفيرب تاعي مكونجوغي في البريزنت. لكن كي راهي مكونجوغي في الاي ان جي معناتها فيها الاي ان جي فورم حنرجع الفيرب تاعي الاي ان جي فورم. واش نقولوا؟ ماني كومبانيز ار برودوسين ار producing by are producing هذه باي نحيبها يا حيا are producing counterfeit products نسيتها معناش من possible active. اوكي دونك تولي many companies are producing counterfeit products بس هذه هي اللي passive voice. دونك ما ننساش ثاني كي نحيب باي كان جي ترو ماركي هنا نحيت باي هنا باي نحيتها وهنا باي اصلا كانت منحية نحيتها ثاني كي درتها في الاكتيف فويس. هذا هو البوسيبل اكتيف فويس. دونك ما تفهمش كاش حاجه خلي لي في لي كومونتير دير اعلم بلي راني نقرا كاع لي كومونتير تاعكم وراني ان شاء الله راني نسي قد ما نقدر نريبوندي لكم في الانستغرام. كان ندير لكم في الانستغرام لايف بالجمعه خطات بالجمعه خطات يوم اخر. انت واش واش عندك حاجه اللي ما تفهمهاش خليها في الكومونتير كي نطلع لايف باش هكا ما يكونش عندك فرق بينك وبين اللي يهضر حضوري. نسي كاع ان شاء الله باذن الله كما نقولوا تولو انسان كما تولي انسان هارب انكزيام وسرجيار وما تقلقش ما خدمش في الاختبارات نورمال عادي ما كاش مشكل ما فيها حتى مشكل. عندك كما نقولوا لازم فكا تعرف وراهم نقائص تاعك وراهم حاجه اللي راك فور فيها وراهم دوكا تبازي وراهم اللي تخليها كما نقولوا اخدم. هذا وين نبدا هذا وين نبدا العام هذا وين بدات القوه تهدر هذا وين بدات العجله دائما نقول لك تهدر. ان شاء الله باذن الله حنكملوا معكم حتى التالي تولي انسان هارب انكزيام وسرجيار. Peace.